مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية مع أخبار يا هلا. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2627 حالة تعافي جديدة وتسجيل 40 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 1551 حالة وفاة رحمهم الله. ضاعفت وزارة الصحة خلال الأربعة أشهر الماضية عدد الفحوصات لفيروس كورونا، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة، حيث كان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب 1000 فحص يوميا، فيما وصل في الوقت الحالي إلى 45,000 فحص يوميا. وأبانت أنها أجرت أكثر من 1.5 مليون فحص مخبري لفيروس كورونا في المملكة، وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن. أوضحت وزارة التجارة أن ثمة 4 حقوق للمتسوق إلكترونيا، وأكدت التجارة أن النظام منح المتسوق حق إلغاء الطلب واستعادة المبلغ المدفوع بدون تحمل أي تكاليف في حال تأخر وصوله عن 15 يوما، كما يحق له خلال 7 أيام من تاريخ الشراء استبدال واسترجاع السلعة بشرط عدم استخدامها أو الاستفادة منها. كما أن النظام ألزم المتاجر بإبلاغ العميل بتأخر وصول السلعة في حال حدثت أي مشكلة، كما منح المستهلك حق التعديل على الطلب خلال 24 ساعة من إنشاء الطلب إذا وقع في خطأ، وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية مع المتجر. كل متسوق عبر الإنترنت حقوقه محفوظة في نظام التجارة الإلكترونية. 4 حقوق لازم تعرفها قبل شرائك لأي سلعة. أولاً، إذا تأخر وصول الطلب أكثر من 15 يوم من حقك إلغاء الطلب واستعادة مبلغك المدفوع بدون أن تتحمل أي تكاليف. ثانيا، يحق لك خلال 7 أيام من تاريخ الشراء استبدال أو استرجاع هذه السلعة بشرط عدم استخدامها أو عدم الاستفادة منها، ويستثنى من ذلك ما كان مصنع خصيصا لك أو بعض الخدمات اللي تقدم لك مثل الطعام أو النقل أو السكن. ثالثا، لما يواجه المتجر الإلكتروني مشكلة ويتوقع تأخير وصول طلبك، فإنه ملزم بإبلاغك بالوقت الجديد لإيصال الطلب قبلها بوقت كافي. رابعاً، إذا اكتشفت أنك وقعت في خطأ أثناء عملية الشراء، يحق لك خلال 24 ساعة تعديل الطلب عبر القنوات الخاصة بالتواصل مع المتجر. أخيراً، نظام التجارة الإلكترونية يحفظ حق المستهلك والتاجر. نتمنى لكم تسوقاً آمناً، واحرص على التسوق من المتاجر التي لديها سجل تجاري أو شهادة معروف. أكدت أمانة منطقة الرياض أن الأنظمة تمنع ممارسة البيع الجائل في الطرقات لعدة أسباب، وهي أن المواد المعروضة للبيع مجهولة المصدر ولا تخضع لطرق نقل وتخزين آمنة، وأن الوقوف العشوائي يعرض حياة البائع وسالكي الطريق للخطر، وأن فساد العديد من المواد المعروضة بسبب الظروف المناخية قد يسبب تلفها، وكذلك تشويه المشهد الحضري في المدينة وإرباك الحركة المرورية في الطرقات على حد قول الأمانة. أوضحت وزارة الصحة أن هذا الوقت هو الأفضل للإقلاع عن التدخين والتوقف عنه، خاصة وأن المدخنين من الفئات التي تعد معرضة بشكل أكبر لتأثيرات فيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة من خلال تصميم إنفوغرافيك المراحل التي يمر بها الجسم عند الإقلاع عن التدخين. أكد وزراء التعليم في مجموعة 20 أن الإجراءات المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا أثرت على التعليم وعلى الكثير من جوانب الحياة بشكل عميق، كما أثر إغلاق المؤسسات التعليمية لمدة طويلة على المعلمين والمربين والطلاب وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم، وأكدوا دعمهم لتطوير المحتوى التعليمي والحلول التقنية والرقمية وغيرها من الوسائل التي تسهم في تيسير استمرارية التعليم فيما
يتوافق مع أوضاع البلدان وأمن وخصوصية بياناتها، مع مراعاة دور كل من القطاع الخاص والمنظمات الدولية في دعم استمرارية التعليم. وحول أزمة كورونا وما غيرته في جميع مجالات الحياة، أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن التعليم قبل كورونا يختلف عما بعده، وأن هناك تغييرات كثيرة ستشمل مساراته وأساليبه. هناك تغييرات كبيرة جدا، لأن ما قبل كورونا يختلف عما بعد كورونا في قطاعات كثيرة، فكثير من الأشياء التي كانت تعتبر مسلمات تم تغيرها بعد كورونا، وبما ذلك أيضا في منظومة وأنظمة التعليم عالميا. فبدون شك أن هناك توجه كبير جدا نحو التعليم عن بعد في أنظمة مختلفة. ستتغير أيضا أدوات ومعايير تخطيط التعليم ومؤسساته في المستقبل. سيكون هنالك أنماط مختلفة لما يسمى بالتعليم عن بعد بحسب الاحتياج وبحسب المرحلة وبحسب المادة، وستتغير أيضا اقتصاديات التعليم وربما أيضا اقتصاديات حتى الذهاب إلى الخارج من أجل الحصول على شهادة. ستتغير كثير من الأشياء التي ربما في وقت من الأوقات كنا نعتقد أنها مسلمات. بدون شك الآن أصبح الإنسان من الممكن أن يبتعث إلى دولة أخرى وهو موجود في بلاده من خلال أنه يدخل برنامجا تعليميا عن بعد، وربما أيضا هناك برنامج آخر يكون مرن مدمج فيه جزء من الحضور وفيه أجزاء أو جزء كبير جدا بدون حضور ويكون عن بعد. كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة ستعلن قريبا جدا عن مشروع طاقة شمسية عملاق سيكون له الريادة من حيث تقديم أقل سعر عالميا مقابل كل كيلووات من الكهرباء، مشددا على أن المملكة لا تستهدف فقط إنتاج الكهرباء من المشروعات الشمسية، ولكنها أيضا تضع تحد في تقديم ذلك بأقل كلفة استهلاكية. أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن وجود أكثر من 23 ألف منتج في السوق السعودي حاصل على علامة الجودة السعودية، حيث تعود تلك المنتجات لحوالي 768 ترخيصا باستخدام العلامة للمنشآت في 21 دولة حول العالم. وتتميز علامة الجودة بأنها تحقق أعلى المعايير المطلوبة في المواصفات القياسية السعودية.